هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا يا مرحبا بالليل فحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلا طلا يا مرحبا بالليل بحضوركم يا للوفا محلا طلا السعد زاد الهنا والانس والله يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد نقولها للي قريب واللي بعيد يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا والله هلا اهلا بكم هلا أنا بكل الغلا أنا بكل الغلا يما عسى المولى يبارك جمالنا ويحفظ أخوتنا ويحقق أملنا وجمالنا في دار بها خير مغنى يا إخواننا بعد الجنان نشوفكم هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا يا مرحبا بالليل فحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلا طلا يا مرحبا بالليل فحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلا طلا السعد زاد الهنا والانس والله يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد نقولها للي قريب واللي بعيد يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا والله هلا
عندكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. يما عسى المولى يبارك جمالنا ويحفظ اخوتنا ويحقق املنا وجمالنا في دار بها خير مغنى. يا اخواننا بعد الجنان نشوفكم هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. يا مرحبا بالليل فاحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلى طلّا. يا مرحبا بالليل فاحياكم بحضوركم يا للوفا محلى طلّا السعد زاد الهنا والانس والله. يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا والله هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد. النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد. نقولها للي قريب واللي بعيد يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بكم هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. يما عسى المولى يبارك جمالنا ويحفظ اخوتنا ويحقق املنا وجمالنا في دار بها خير مغنى. يا اخواننا بعد الجنان نشوفكم هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. يا مرحبا بالليل فاحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلى طلّا. يا مرحبا بالليل فاحياكم الله
السعد زاد الهنا والانس والله يا مرحبا ويا مسهلا اهلا بك هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا هلا بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا اخواننا حبكم يزيد نقولها للي قريب واللي بعيد يا مرحبا ويا مسهلا أنا بك هلا والله هلا أهلا بكم هلا أنا بكل الغلا أنا بكل الغلا يما عسى المولى يبارك جمالا يحفظ أخوتنا ويحقق أملنا وجمالا في دار بها خير مغنى يا اخواننا بعل الجلال شوفك هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا يا مرحبا بالليل فاحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلى طلّا يا مرحبا بالليل فاحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلى طلّا السعد زاد الهنا والانس والله يا مرحبا ويا مسهلا أهلا بك أنا والله هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بضرغط بالترحيب بمحافظ محافظة الشملية الأستاذ علي رشود جرال التميمي وبمدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل الأستاذ خالد عيد النويصر ومدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل الأستاذ سعد صعب التميمي وبصحبهم الكرام وبأعضاء الجمعية العمومية وبجميع ضيوفنا الكرام. وخير بداية آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم الشبل عبد العزيز الحامد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
إنه ليوم مشرق من أيام جمعيتنا الفتية، نفخر وتفخر جمعيتنا بما تم إنجازه رغم قصر عمرها. لا نطيل عليكم، فبكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الحافظ محافظة الشملي، سعادة مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية منطقة حائل، سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل، ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من أسعد أيام حياتنا نثمن لكم حضوركم وتحملكم مشاق السفر لتشاركونا هذه الفرحة، فلكم منا جزيل الشكر والعرفان. ضيوفنا الكرام، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أن هيأ لهذه البلاد قيادة مباركة وولاة أمر يحكمون بشرع الله ويحكمون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سدد الله على الخير خطاه، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي العهد، وجميع ولاة أمرنا، فلهم منا جزيل الشكر. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من عاداهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم على نوائب الحق يا رب العالمين. ضيوفنا الكرام، كنا بالأمس القريب نحتفل في مناسبة وهي افتتاح هذه القاعة المباركة برعاية من سعادة الأستاذ سالم بن عبد الكريم السبهان الذي تشرف بافتتاح هذه القاعة، والذي قال عن المشروع إنه مشروع عملاق، ونحن لا نرى أنه بالغ كثيرا، فالمشروع كبير ويعد من إنجازات جمعية البر الخيرية بمرها. ونحن الآن نحتفل في مناسبة أخرى تتشرفون أنتم بافتتاحها، وقبل قليل قمتم بذلك، وهو مبنى الجمعية الخيرية بضرغام. هذا المبنى ولله الحمد تم إنجازه في وقت وجيز. لا يخفى عليكم أن الجمعية الخيرية منذ تأسيسها والذي لا يتجاوز 7 سنوات كانت في مبنى شعبي متبرع به من الشيخ إرشود بن جرالله بن محمد التميمي أمير ضرغام رحمه الله رحمة واسعة، وجعل ذلك في موازين حسناته، فإنه تبرع بهذا المبنى طيلة حياته وأوصى أن تبقى به الجمعية حتى تستغني عنه. مرة أخرى ندعو له بالرحمة، ونطلب إن شاء الله أن يكون ذلك في موازين حسناته. ضيوفنا الكرام، لا نريد أن نطيل عليكم كثيرا، وأنتم أيضا توجد لديكم المشاغل، ولكن كلمة حق يجب أن تقال. نشكر الحقيقة من دعم مشاريع الجمعية منذ تأسيسها، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في فرع الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية بحائل، كما نشكر أيضا مؤسسة الراجحي الخيرية فقد كان لها دعم كبير، كما نشكر الأستاذة فوزية بنت إبراهيم الجفالي أيضا فهي من الداعمين للجمعية. ضيوفنا الكرام، أحييكم مرة أخرى وأرحب بكم، وأتمنى لكم إقامة سعيدة وعودا حميدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر رئيس المجلس على هذه الكلمة، وللشعر في ميدان الشرف
ومن وقف به موقف تشريف. قصيدة بعنوان شهيد بلادي للشاعر الأستاذ عبد الكريم الراشد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شهيد بلادي قد فديت بلاديا، بروحك صديت سهام الأعاديا، فيا أيها المغوار خلدت سيرة بذاكرة الأوطان فعلك ساميا. جزيت عن الإسلام خيرا ورفعة، وبمنزل الشهداء أمسيت باقيا. بجنات عدن طاب مثواك خالدا، جزاك بها رب السحاب الغواديا. بجنات عدن طاب مثواك خالدا، جزاك بها رب السحاب الغواديا. فما بي حزن أنني بت فاقدا، وأنت شهيد نلت خير الأمانيا. ولكن أدمى مقلتي صغيركم يعانق صنديدا ويجهش باكيا. لعمرك ما بات وريد بمهجتي، كفاني نزف حتى أعيا فؤاديا. لعمرك ما بات وريد بمهجتي، كفاني نزف حتى أعيا فؤاديا. شفقت على قلب تسارع نبضه، وجسم غدت فيه العظام بواليا. وقلت بصوت حشرجت فيه عبرة، وقلت بصوت حشرجت فيه عبرة: أباك ولي العهد ذخر وحاميا، أباك ولي العهد ذخر وحاميا. والسلام عليكم. نشكر الأستاذ عبد الكريم على هذه القصيدة المعبرة، ونتشرف جميعا بالاستماع إلى كلمة توجيهية للأستاذ خالد بن عيد النويسر، مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة حائل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بحمد الله تعالى ثم بتهنئة الجميع بمرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم. جعل الله حكمه خير وبركة على الجميع، وأشيد بحرصه وحفظه الله ودعمه الدائم والمتواصل واهتمامه بكل ما يهم الوطن والمواطن بشكل عام، وخاصة كل ما يتعلق بالشأن الاجتماعي. كما أتوجه بالدعاء بالمغفرة لصاحب الأيادي البيضاء في كل خير، صاحب المبادرات لنمو الوطن وازدهاره الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، سأل الله أن يثيبه على ما عمله، وأن يبني له بيوتا في الجنة، وأن يرحم من سبقوه من الملوك والأمراء بهذا الوطن المعطاء إن شاء الله. سعادة محافظ محافظة الشملي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، جئنا إليكم وقلوبنا تملؤها الفرحة ونفوسنا يغمرها السرور والبهجة لكي نشارككم في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الكريمة، وتحيط بنا أجواء السعادة بلقاء رعاة العمل الاجتماعي في وطننا العزيز، بصحبة جمع من أهل الخير والإحسان ممن استبقوا الخيرات وازدانوا بالصالحات. فكان تاج ذلك بعد توفيق الله هذا الصرح الشامخ الذي دشنوه اليوم ليكون انطلاقة نحو توسيع قاعدة العمل الخيري وتطوير بيئة العمل المناسبة لكافة العاملين والمتطوعين في جمعية البر الخيرية بضرغط.
أيها الحفل الكريم، إن العمل الخيري سمة من سمات النفس البشرية، وفطرة أصيلة غرسها الله في الإنسان منذ خلقه، بل قد تطور منهاج العمل الخيري خلال العقد الماضي تطوراً ملموساً من خلال تطور وسائل إدارة هذا العمل بطرق مؤسسية فعالة، واعتماد أسلوب التخطيط والتخصص لإدامته واستمراره. وأحب هنا أن أنوه بالدورة التي اتخذتها الجمعية على عاتقها في مجال المشاركة لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية والثقافية في مركز ذرقط والقرى والهجرة التابعة له. هذه الإنجازات كلها لا شك أنها تستدعي جهوداً جبارة لترى النور، ونحن في هذا المجال نتوجه بالثناء على كل العاملين والإداريين والمساهمين في الجمعية، وعلى رأسهم رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكرام ومدير الجمعية والعاملين معهم. إن كل جهد مبذول في أي قضية لابد من أن يأتي ثماره ولو بعد حين، وبفضل من الله أولاً ومن ثم بفضل الأيادي البيضاء استطاعت جمعيتكم أن تسار في قطف ثمار جهودها، ومنها هذا المبنى الذي نفتتحه هذا اليوم. وطبعاً المستفيد من هذه الثمار هي مدينة ذرقط وأبناؤها. ختاماً، الشكر لله العلي القدير على جميع نعمائه وحسن توفيقه، ثم لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وولي ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه على رعايتهم ومساندتهم كل ما يتعلق بالشؤون الاجتماعية ومنها الجمعيات الخيرية. نسأل الله أن يوفق كل من يبغى الخير إلى المزيد من الخير. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للأستاذ خالد النويصر على هذه الكلمة الضافية. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمجلس الإدارة تشكر مؤسسة عقود حائل المنفذ لمشروع مبنى الجمعية، وشهادة شكر يتسلمها مهندس المشروع المهندس معتز من يد رئيس المجلس. أبت إدارة الجمعية إلا أن تشارك ضيوفها بشهادات تقدير، فمع شهادة تقدير لمحافظ محافظة الشام الأستاذ علي سعود الجوهري. وشهادة تكريم وتقدير الأستاذ خالد عيد الموسر. شهادة أخرى للأستاذ سعد الصعب التميمي مدير مركز التنمية الاجتماعية. شهادة شكر وعرفان للأستاذ عبد الكريم الراشد. جزاك الله خير، جزاك الله صحيح. شهادة شكر وعرفان لرئيس مجلس أو لرئيس مركز ضرب بنيابة الأستاذ سعود الجعيدي. شهادة شكر للأستاذ زيد محسن الرشيدي.
شهادة شكر للأستاذ الشيخ إسلام الرشيدي. شهادة شكر وتقدير لمدير شرطة أو مخفر شرطة أموال يتسلمها للنيابة عنه. عابد عبيد. شهادة شكر وعرفان للأستاذ فوز سويم الحويداوي. نشكر الحضور على الإصغاء سعادة مدير عام فرع الوزارة ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية لاستغلال الوقت. جاء من الأخوان أعضاء الجمعية العمومية التواجد في القاعة الداخلية بعقد الاجتماع. ضيوفنا الكرام، نرجو البقاء حتى صلاة العشاء المغرب إن شاء الله وتناول طعام العشاء بإذن الله. أستأذنكم. والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا أنا بكل الغلا أنا بكل الغلا النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا إخواننا حبكم يزيد النور ضوى في سمانا من جديد بقلوبنا يا إخواننا حبكم يزيد نقولها للي قريب واللي بعيد يا مرحبا ويا مسهلا أنا بك أنا بكل الغلا يما عسى المولى يبارك جمالنا ويحفظ أخوتنا ويحقق أملنا بجمالنا في دار بها خير مغنى يا إخواننا بعل الجنان شوفك هلا والله هلا 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 والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا هلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا. هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا هلا والله هلا 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 والله هلا أهلا بكم هلا هلا بكل الغلا هلا بكل الغلا يا مرحبا بالليل فاحياكم الله بحضوركم يا للوفا محلى طلّا يا مرحبا بالليل فاحياكم بحضوركم يا للوفا محلى طلّا السعد زاد الهنا والأنس والله يا مرحبا ويا مسهلا أهلا بك أنا والله أنا أنا هلا والله هلا هلا والله هلا 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 بكل الغلا